الأعزاء طلاب المرحلة الأولى، نبي محاضرة ثانية مال هيومن بيولوجي. حكينا عذرونا اليوم من التشيو دي قطة، هي نفسها بالكتاب موجودة هنا صور الباوربوينت. السنترال نيرفس سيستم انكلود الأوتكم من هاي المحاضرة هو الستركتشر اوف سبينال كورد and functional structure of the brain and profile the function of each, identify the loop, major area of the brain, human brain, distinguish between the function of the primary motor and so on, the sensory area. Central nervous system, so on, spinal cord and the brain, both for protection of the brain, some of the meninges. Any injury or infection to the brain, أول ما تنحمي من المنينجيز، منينجيز وكل كبش بدافع يصير عنده bacterial or virus or viral meningitis or bacterial meningitis. Space between this meninges and spinal cord يكون مليان with this supraspinal fluid between the spinal cord or brain and meninges. السوبراسبينال فلويد هذا يخلينا يحمي السوبراسبينال فلويد، اولا ما نحس بالوزن مال البرين او السبينال كورد، ثانيا نحميه من اي جين او يوصل بالبرين. هيكون بفول وذا فور كافيتي اور شانل سم اوف البرين. دكتور بس اسف على الازعاج. السنتر نيرفس ينقسم بالجريمنتر والوايت متر. اذا شوف هنا اسفل هذا المنطقه الزرقاء هي اللي تحتوي على السوبرا سبانال فلويد، فور فنتركل اكو لاتر فنتركل اكو الثير فنتركل والفور فنتركل. فور فنتركل الثير فنتركل واللاتر فنتركل فور شانل تحتوي على السوبرا سبانال فلويد. هذا السوبرا سبانال فلويد هنا ينطرح بكميه كبيره يصل الى 2 لتر ويبقى ينسحب من يصير ابسوربشن، يبقى بس 500 لتر هو يحتوي السوبر سمارت اول ذا اون ذا سباينال كورد. وهي نحكي ان شاء الله بالمحاضرات المتقدمه بالمراحل المتقدمه. دكتور اوكي السباينال كورد اكستند فروم ذا ماجنوم فورامين ان ذا بيس اوف ذا سكول. اكو فورامين فتحة كبيرة يسمى الفورامين اوف ماجنوم، يمتد لحد ما يوصل لل العفو دكتور بس اكو صوت فاصل ساكرال بارت. ها اكو صوت يتواصل، يعني لو اسوي كاتم للطلاب احسن. محاضرة صوتكم كان يأثر على المحاضرة؟ The spinal cord extends from the base of the brain, the skull foramen to submagnum foramen حد ما يوصل and the sacral part of the body. The cross section قلنا The spinal cord والبرين يحتوي على two matter, two area تسمى الجراي ماتر والوايت ماتر. بالبرين تكون الجراي ماتر هي الاوتر والوايت ماتر هي central، بينما بالسبينال كورد يكون الجراي ماتر هي السنتر والوايت ماتر هي الاوتر. تشوفوا الجراي ماتر هي تحتوي على السيل بودي، تحتوي على السيل بودي، بينما الوايت ماتر تحتوي على التراك and branch of the nerve. Branch of the nerve. محمية السبينال كورد محمي بالفرتبرال، واكيد فرتبرال حكى لكم عليها دكتور بهاء، حكى لكم على البون عن السبينال كورد محمية.
يشوفونك تتصل التو فيرتبرال بارت اراوند ذا ديسك فيرتبرال ديسك يربط بيناتهم. السبانال كود ينقسم الى جهتين، جهه يسموها بالفنترال تكون اماميه والدورزال تكون خلفيه. الفنترال هي اللي يطلع معناتها الموتور برانش، الموتور برانش من السبينال نيرف، السنسوري بارت او ذا سبينال نيرف. فهذا يسموه سبينال نيرف يسموه ميكس نيرف باعتبار يحتوي على الموتور برانش اللي يجي من الفنترال والدورزال برانش اللي يجي من السنسوري بارت اللي يجي من الدورزال اريا او ذا سبينال كورد. يطلع هذا السبينال نيرف من فيرتبري يسموها بالانترا فيرتبرال فورامين. انترا فيرتبرال هاي تسموها بالانترا فيرتبرال فورامين، يتكون من تو بارت فنترال روت والدورزال روت يتحدن يسوون لنا سبينال نيرف. هذا ملخص السبينال كورد. السبينال كورد قلنا لكم هاي اللي تقرأ الكروس سكشن شو the arrangement of white matter will gray matter is one origin from the spinal cord, spinal nerve origin from the spinal nerve cord. The spinal cord is protected by vertebra with spinal nerve emerging from the cord. Okay, دي شوفون هذه الصورة الأخرى طالع منها dorsal part dorsal root in the spinal cord dorsal root of the spinal cord المنجيز. اوكي شنو فاكشنال اوف ذا سباينال كورد؟ فالفيرست فاكشن اوف ذا سباينال كورد هو الكوميونيكيشن بين ذا بيرفرال نيرف اند ذا برين. بيرفرال نيرفس سيستم اند ذا برين كوميونيكيشن راح يكون عن طريق السباينال كورد. فيرس الجراي ماتر تكون بالوسط تحتوي على النيورون، يكون مثل ريسبشن ريل. ريسبشن يجي من البرين يسوي ريسبشن هنا ويطلع بعدين بالبيرفرال نيرف. الجراي ماتر تحتوي على سيل بودي او انتجريشن نيورون. also other function of the spinal cord هي جيت كنترول. شنو الجيت كنترول ثيوري؟ جيت كنترول ثيوري انت من راح تنشوي اي painful for your hand اي وجع بيدك شو راح تسوي؟ راح تسوي شيكينج، راح تحك ايدك عمود ما تحس بالوجع. ايش دا يصير هذا؟ ايش دا يصير؟ اكو باثوي بالتراك يفوت على الوايت ماتر تراك اوف ذا نيرف يروح للبرين مس سنسوري. هاي تراك اوف نيرف للبرين يسموه بالباثوي. هذا الباثوي مو بس للبين، هذا راح يروح للتاتش للشيكينج للفايبريشن راح يروح للبرين. فهذا هنا راح يقطع، راح يصير باثوي راح يقطع الاريا اللي يصير فيها بين وما راح تحس بالوجع. يسموه بالجيت كنترول ثيوري اوف بين بروبوز. نفس الوقت اكو بالسبينال كورد محطات نسوي انهبيشن للنيورو ترانسميتر اللي يحفز البين. فايضا من فوائد السبينال كورد هو الجيت كنترول ثيوري اوف ذا بين بروبوز ذا تراك ان ذا سبينال كورد اند ذيس كنترول فلو اوف ذا بين مسج فروم ذا بيرفرال نيرف تو ذا برين اند بيند ان ذا جيت بروسيس. وهاي الجيت يسموها الجيت كنترول يعني بلوك الباثوي اوف ذا بين ان ذا سبينال كورد ما يخليه يوصل للبرين ويقطع الوجع من تم يوصل للبرين. اما عن طريق اذر باثوي مثل تاتش او عن طريق افرازات مثل النيورون ترانسميتر او اندورفين. الاندورفين اما تاتش ريسبتر تشوفه او الاندورفين سكريشن اصلا النيورون ترانسميتر يخليك ما تحس بالبين. اذر function of the spinal cord here coordination voluntary control of the limb motor signal originating the brain
pass descending tract to the spinal cord out to the muscle by way of the motor fiber. Therefore, if the spinal cord severe severed or suffering from loss of sensation and loss of voluntary control, if cut in the thoracic region, يعني أول راح يصير طريق يمر بالباثوي مال الموتور اريا يجي من البرين البرايمري موتور اريا يروح للبريفرال. اني كات اذا كات كان بالثوراسيك اريا راح يصير برا يعني بارابليجيا باللور لم ما راح يقدر يحرك رجليه لان قطع التراكت توصل من البرين عن طريق سبانال كورد للور لم. اذا الليجي صار بالسيرفايكال اريا راح يسووه يسموه بالكوادروبليجيا. كوادروبليجيا يعني يقطع التراكت الجايه من البرين توصل للسباينال كورد. وهاي احد فوائد للسباينال كورد هو ممر للتراكات تجي من البرين. الريفلكس ريفلكس اكشن. الريفلكس موضوع شلون نحكي ان شاء الله بالمحاضرات القادمه بهذا الفصل. اكو كل ريفلكس هو بي ارك. شنو ارك الريفلكس؟ بي الافرنت سنسيشن الريسبتر مال السنسوري. يعني هسه ابسط شيء انت جاي تشتغل او انت جاي تشتغلين بالمطبخ طخت ايدك بالنار انشويتي جريت ايدك راسا هذا كل هذا يسموه ريفلكس. او البايسبس ريفلكس تشوفون بالهامر نضرب التندون مال البايسبس راسا راح يصير كونتراكشن بالبايسبس وتنسحب اليد. هذا شنو ريفلكس؟ هذا ريفلكس بي ارك. الانتجريشن مال ارك الريفلكس هو موجود بالسباينال كورد. الريفلكس بي ارك الارك تبدي من الريسبتر النوب سنسيشن ان شاء الله نحكيها بالريفلكس بريسبتر بسنسوري نيرف اللي يروح للسباينال كورد بانتجريشن بين الموتور يكون بالسباينال كورد الموتور والسنسيشن بالريسبون الافرنت اللي هو الموتور ينقل للمصل وبالريسبونس اللي هو كونتراكشن يصير بالمصل من تسحب ايدك من تشي او يصير بايسبس تندون بايسبس مثلا نضربها بالجيك بالهامر راح يصير بها كونتراكشن هاي يسموه بالريفلكس مونو ريفلكس او البوليس ريفلكس نشيكم ان شاء الله بالمحاضرات القادمه. فالريفلكس ارك وين راح يكون؟ راح يكون بالسبانال كورد راح يكون استجابه من سبانال كورد. احنا بعدين نحكي لكم نقول لكم كل شيء هو الموتور ويدي بالبرين بالموتور اريا بس اكو مطي اعازات مسبقه اكو اعازات يصير راسا بها ريفلكس ما ينتظر شو اسمه اللي هو اكو اوامر سابقه بالبرين فيكون الريفلكس ارك الاعازات موجوده بالارك الموجود بالسبانال كورد وهذه هي الفكشن او ذا سبانال كورد اللي هي اولا انتجريشن reflex arc with sensation pain inhibition and other sensation communication between the peripheral and the central nervous system. بهذا كل حكينا عن السباينال كورد حكينا لكم اياه كملخص هاي المعلومات اللي حكينا لكم هي المطلوبه من عندكم other thing is no important. البرين يتكون من السيربيلا السيربرام اللي يحتوي على وايت ماتر وجراي ماتر بالجراي ماتر يكون بيسك وبيزل نيوكلياس شلون نحكيها باندوستيفلون والبرين ستيم كل ذيك هي البارت هي اوف ذا برين. بارت اوف ذا برين ريفير تو سيربيلوم دانسيفيلون سيربرام سيربيلوم برين ستيم. الفنتركل موجوده ايضا هي بالبرين اند اذر. السيربرام كولد تيلينسيفيلون. A cerebrum two part, left and right. This two part تنشطر بفشر يسموه longitudinal fissure. نشوفها بالصورة أحسن نحكيها. يربط تربط بيناتهم عن طريق الكاربوس كالوسوم. Left and right تربط عن طريق الكاربوس كالوسوم. The cerebrum two hemispheric, left and right hemisphere.
in a groove called longitudinal spatial. قلنا لكم إياه. يربط عن طريق communication goes تسمى بالكاربوس كالوسم. The characterized appearance of cerebrum is a result of thick fold يسموه بالجراي. بي لوب شوف بالصورة أحسن إذا موجودة هنا. This picture of the cerebrum. B4 loop, ventral loop, temporal loop. هنا مو واضحة الصورة. This picture, okay. Ventral loop, this ventral loop, temporal loop. Parietal loop, this parietal loop, and occipital loop. Also have different type of area in this loop. قلنا لكم البرين كل السيربروم يكون الجراي ماتر اوتر اريا هي جراي ماتر والوايت ماتر كل سنترال وهي كلها جراي ماتر بالفرونتال لوب بشوف اكو this called primary motor area يكون behind the central of the sulcus this is the sulcus called central sulcus behind in front of central sulcus primary motor area and behind central sulcus تسمى بالprimary somatosensory area this primary somatosensory area and behind motor area this is some called premotor area and associated area premotor area and associated area وراح نحكيها بالتفاصيل also half area and the associated area called prefrontal called the Broca's area and the left side of the brain and Wernicke area in the parietal loop. Okay. Vestibular cortex highly convoluted outer layer and gray matter cover the cerebral hemisphere. Recall the gray matter consists of a neuron whose the axon not an axon not myelinated. The white matter area can myelinated coronal tract. 1 billion cell, 1 billion cell in the cerebrum of the neuron cell count for the sensation, voluntary movement, and other processes associated of the conscious. البرايمري موتور اريا اند سنسري موتور اريا ذا كورتكس شفناها بالصوره as well as associated area the primary motor area in the frontal just anterior or before the central sulcus voluntary command of skeletal muscle begin to primary motor area this picture show the brain the cerebrum كاروس كولوسوم يربط لنا الهيمسفيرس ليفت اند رايت السيربيلم السيربلم مخ او شو اسمه السيربلم يسموه بالسيربيلم مصطلح المخيخ البرين ستيم الهايبوثالاموس ذا بيس اوف ذا برين اكو بيزل نيوكلياس hypothalamus, thalamus, and the hypothalamus. This hypothalamus. وثالبوثالاموس كلهم ذني مهمات. الهايبوثالاموس بأكثر من فاكشن مسؤول عن الهيموستاسيس مسؤول عن الهرمون باعتبار جوال البيتوتري عن هرمون سكريشن of the brain of the body مسؤول عن الاوتونوميك نيرفوس سيستم وهسه راح نحكي مسؤول عن السليب مسؤول على السوشيالتي مسؤول على في ريدنج مسؤول على البلاد الفلويد ديستربنس ان فلويد ان بودي ان هيموس اول هيموستاسيس ان ذا بودي مسؤول عليها الهايبوثالاموس ان اذر توجذر وذ ذا ليمبيك سيستم از
response for the behavior and the memory. Thalamus, this part of the beta brain, يمر على كوشاكو تراك تطلع من البرين ستيم تمر على الثلامس also sensation track تصاعده تروح برين ايضا تمر على الثلامس also thalamus important in the learning and the memory and the control with the basal ganglia control and inhibition the movement. This primary motor area لو نشوفها بالصورة توزع بيها المسؤوليات مال movement of the brain مثل التانج, face, الهاند, الارم, الليك Also somatosensory area كل part of the body in sensation موجود إلى جزء بالsomatosensory area primary somatosensory موجود إلى جزء بالmotor according يعني بالsomatosensory area تلقى المناطق مثل الثام إلى جزء كبير ليش والترانك إلى جزء قليل according to the receptor موجود به أنت الثام عندك receptor بيكون راح يكون أكثر بينما التانج راح يكون ريسبتر اقل. According to the receptor. هاي شوفوا الصورة. This is the motor. شوفون الثام ايش قد ماخذ on finger وشوفون الترانك ايش قد ماخذ من البرايمري موتور اريا. بالموفمنت. اللي هنا سكيلينج بالفينجر تكون اكثر من السكيلينج الموجودة بالترانك حركة واحدة بسيطة. نفس الشيء هنا according to the receptor. بدي اشوف الهاند والفينجر يكون جزء اكثر من الارم اكثر من الفور ارم اكثر من الترانك ليش؟ لان الريسبتورات يكون بها بالهاند اكثر وتكون ماخذه اكثر مصعبه اكثر اريا بالسوماتوسنسري اريا اكو بيناتهم يسموها بالاسوشيتد اريا اكو سكندري سوماتوسنسري اريا يكون بها اسوشيتد اريا يكون جزء من عندها مرتبط ويا اذر اسوشيتد اريا مثل الاوديتري هنا الاوديتري اكو بالسوماتوسنسري اريا اكو سبيشال سنس سبيشال ما له علاقه بالتاتش مثلا الفيجن البرايمري فيجوال اريا حتكون بالاوكسيبيتال والسكندري قد راح تكون قريبه على التمبرال الاوديتري يكون بالتمبرال الديتري بالتمبرال اوديتري اريا ويكون بي ايضا اسوشيتد اريا هذا البرايمري السكندري اسوشيتد راح تكون قريبه للسكندري اسوشيتد اريا او سموتها سكندري سموتها سنسري اريا ويكون جزء معتها بسطر عن بري فرونتال اريا يسوي كولابريشن بين سموتها سنسري اند موتور اريا عن تكون الاستجابه This is the hypo cerebral hemisphere. احكينا لكم اياها قلنا الريسبشن اريا برايمري سنسيشن مثل التيس والفيجن كل وحده لها اريا خاص بها يكون هي بالبرايتال لوب موجود تيس سنسوري اريا بالاوكسيبيتال الموجود الفيجوال كورتكس او فيجوال اريا برايمر فيجوال اريا وبالتمبرال موجود الاوديتري اريا فالاسوشيتد اريا بليس وير ذا انتجريشن اكور وير ذا ميموري اون ستور ذا انتيريال تو ذا برايمري موتور اريا اند بري موتور اريا البري موتور اريا تكون هي استجابة العنصر المحط اللي يجي من البرايمر موتور اريا قبل ما يوصل يعبر لل
البريموتور اريا قبل ما يعبر للريسبونس راح يمر على البريموتور اريا ويتحدده الموفمنت. الجزء الثاني من المحاضرة راح نحكي نكمل السيربلام نحكي على الوايت ماتر سنترال وايت ماتر اريا هي الموجودة بالبرين ماينيتد اريا يكون ماينين فايبر موجود بها يتكون التراك يمر وينزل من البرين ستيم ينزل الى الثلاميك وبعدين الثلاموس وبعدين ينزل للسباينال كورد. هنا اكو انتجريشن يصير مثل انت تقدر تشتغل بنفس الوقت تسولف وتمشي اكو انتجريشن اكو كنترول بالموت برايمري موتور اريا يعطيك هذا الكنترول مور ذان ريسبونس ان سيم تايم. بيزال نيوكلياس او بيزال جانجليا البيزال نيوكلياس دوره هنا سوي انهبيشن او اكزيتيشن للمصل كنترول للمصل. اذا صار مشكله بيها فالشخص ايش راح يصير بيه؟ عاده بالريس يصير انهبيشن للموفمنت ماكو هي موفمنت. بس اذا صار مشكله عندنا مثل نقص بالدوبامين هنا هي مجموعه نيوكلياس ما راح نحكي لكم تفاصيلها اللي راح تاخذوها ان شاء الله بمحاضرات المراحل المتقدمه. اذا صار اي مشكله بالنيوكلياس راح يصير ديستربنس النيورون ترانسميتر سكريشن بها راح ما يصير انهبيشن للمصل راح يصير موفمنت خاصه بالراس مثل الراس ترمر يصير بالباركنسونزم. ليش؟ راح يصير الدوبامين هنا دوبامينرجيك فايبر راح يصير به انجري وماكو دوبامين سيبيشن راح يستمر تريمر موفمنت موفمنت اوف هاند موفمنت اوف بدي وماكو كنترول سو انهبيشن ذيش الموفمنت الا اذا صار موفمنت يعني فولنتري موفمنت. الفانس دانسي فلون حكينا لكم قلنا لكم الهايبوثالاموس وحكينا لكم عن الهايبوثالاموس والثالاموس بالبداية من المحاضرة. اوكي السيربروم السيربروم under the occipital loop behind the brainstem behind the third ventricle هاي الموقع مالته. السيربروم has two portions narrow medium portion each portion is primarily composed of white matter and longitudinal section white matter a tree like pattern. السيربروم receives sensation input from the eye ear joint muscle about the present of position of the body part فهو مسؤول عن proprioception مسؤول عن proprioception فكنترول الموفمنت لحد ما توصل الحد ويسوي لها انهبيشن يوقفها. also control the quadrupedium it receive in motor input from the cerebral cortex this part shall be located the integration information of cerebrum send the motor signal away to the brain to the skeletal muscle and this the cerebrum maintain posture on balance posture and balance is also ensure the muscle work together to produce smooth coordination voluntary movement and the cerebrum assist to the learning new motor skilling. انت عندك حد للموفمنت تأديها ورا هاي الموفمنت راح يصير انهبيشن يوقفها. مثلا نشوف هسه بحاله ابو الكهوليزم من يمشي تلقاه الموفمنت مالته اب نورمال بيهيفير اب نورمال ما يسيطر على نفسه. ليش دا يصير انهبيشن بالسيربلم انهبيشن بالسيربلم يصير ديستربنس للبوستر اند بالانس اوف ذا بودي اند ديستربنس للبروبريوسبشن. برينستيم تو بارت ثري بارت عفوا برينستيم البون الميدلا اند ميد برين. برينستيم كونتين ذا بون ميدلا اوبليجاتا اند ميد برين
act are relay station of tract bus from the cerebellum and the spinal cord or cerebellum. A reflex center for vision, auditory, and tactile response. Also, the brainstem aku nucleus, origin of the cranial nerve. Cranial nerve, مو بس spinal cord, حتى cranial nerve تطلع من brainstem عم تدي واجبات الموتور والسنسري كبيرفرال. Bone function of medulla with the medulla oblongata regulated the breathing rate and cardiac center. Reflex center for bone coordinate movement and response of visual and auditory stimulation. Bone أيضا بير two reflex maturation and design. Maturation and desire. Medulla oblongata contain number of reflex centers regulated the heartbeat, breathing, and vasocontraction, blood pressure. Contain reflex center for vomiting, cough. طبعا هنا brainstem, this center, and here hypothalamus also have this center. And control this brainstem from the hypothalamus. Control from the hypothalamus. Also, reflex center for vomiting, cough, sneezing, hiccup, swallowing. The medulla oblongata just superior to the spinal cord and contain tract descending or ascending between the spinal cord and high center. This also part of the brainstem here, reticular formation. Reticular formation complex, network of a nucleus which must a gray matter on the fiber that extend to longest of the brainstem. Reticular formation, major compound have reticular activity system. المسؤول عليه من على sleep. Reticular activity system receiving sensory signal from the send them to the high center. Reticular activity system has arose يعني هنا هي مسؤولة reticular activity system على الإنسان يكون صاحي أو أي inhibition بها راح يكون يؤدي إلى sleep أو unconsciousness. بهذا الموضوع مع reticular activity system خلصنا بالمحاضرة. المحاضرة الثانية راح نحكيكم على limbic system والhigh mental ونكملكم النيرف and the autonomic nervous system. كملكم هذا الفصل إن شاء الله. This session is no longer being recorded. The recording has started. محاضرة ما سجلت فأنتم تقدرون تقرأوا بالكتاب لأن معظمكم اليوم محاضرين. محاضرة الأسبوع القادم الغد راح تكون على البودي فلويد وأيضا ما راح أسجلها. تقدرون تحضروها وتسمعوها. اللي يريد يسمع يجي، اللي ما يسمع بكم محاضرة يقرأها. الأسبوع القادم المحاضرة راح تكون على البودي فلويد والترانسبورت. العفو الغد راح تكون على اليونت سيل يونت، نحكي لكم على البودي فلويد. والمحاضرة اللي بعدها الأربعاء راح نرجع نكمل هيومن بيولوجي محاضرتين لهذا الفصل. ايضا ما راح تسجل، تقراها بالكتاب، بس اللي يحضر خليه يسمعها مثل ما المحاضره ما سجلتها. Goodbye.